السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الدوران، يعني الدوران في الاعداد العقديه. ولكن اولا غادي نشوفوا شنو هو الدوران، شنو كنعني بالدوران. يعني اصلا نفس البرانسيب ديال التحويلات الاعتياديه، يعني كيف ما قلنا التحاكي والازاحه، كاين الدوران. يعني كنحسبوا الصوره ديال واحد النقطه بالدوران الذي مركزه اوميغا. دونك الا قلنا بان ام بريم هي صوره ام، هو الدوران الذي يحول ام الى ام بريم، مفهوم؟ بالزاويه تيتا، واضح؟ دونك كتزاد لنا حنا واحد التيتا، واضح الشباب؟ كيف ما شفنا في التحاكي كتكون واحد النسبه كا الازاحه، جوستومون ان جوج متجهات كيتساواو، مفهوم؟ وفي الدوران كتكون واحد الزاويه اللي كتفرق ما بين ام و ام بريم، يعني كتحول من نقطه ام لام بريم، وكيكون بطبيعه الحال واحد المركز اللي هو اوميغا، واضح الشباب؟ دونك كنرمزو بهذا الدوران باش بار ديال اش الذي مركزه اوميغا وزاويته تيتا ديال اش ديال ام. شنو هي الصوره ديال ام بالدوران؟ دونك شنو كنعنيو عندنا ام؟ صوره ام بالدوران ار الذي مركزه اوميغا وزاويته تيتا اش كيساوي؟ هو ام بريم، واضح؟ هذه غير مثال، يعني غير باش نحاول نوضح الامور، مفهوم الشباب؟ دونك من الخاصيات ديال هذا الدوران هذا انه عنده واحد الزاويه، وعندو هاد الضلع هذا انه كيبقى نفس هاد المتجه كتساوى، يعني هاد الموديول هذا كيبقى نفسه، واضح؟ يعني نفسها ان اوميغا حتى الام كتساوي اوميغا ام بريم، يعني غير المسافه، واضح الشباب؟ يعني ما بين اوميغا حتى الام كيبقى نفسه ما بين اوميغا وام بريم. دونك الا كانت واحد الفا هنايا ولا بيتا، دونك كتبقى نفس المسافه، يعني ما بين اوميغا حتى ام سكوند، مفهوم؟ يعني بالدوران اللي خدينا هذا هو الفا، واضح الشباب؟ يعني نفس البرانسيب، واضح؟ يعني كتبقى ما عليناش. دونك هاد اغ هذا ديال مركزه اوميغا، الدوران ديال مركزه اوميغا وزاويته تيتا ديال النقطة ام كتساوي ام بريم يكافي. شنو كيكافي ليا هاد لا كونديسيون هادي؟ شنو كتعني ليا؟ عند هادو كونديسيون كيف ما قلنا، الزاوية كيفاش كنرمزها؟ كنرمز ليها هي ان اوميغا ام المتجهة اوميغا ام حتى المتجهة اوميغا ام بريم، او الزاوية هذه كنرمز ليها اوميغا ام بريم بحال هاد الشكل هذا، كتساوي توافق تيتا بترديد اثنان بي، واضح؟ وكما قلنا المسافة، يعني عندها جوج ديال الخصائص، الزاوية ديال الدوران وهاد المسافة هذه، بطبيعة الحال كيبقى نفس المركز، ما عليناش. دونك اوميغا ام كتساوي اوميغا ام بريم، يعني الموديول، مفهوم الشباب؟ دونك اسيدي الا بغيت نحسب لارغيمون ديال هادي، مفهوم؟ دونك لارغيمون ديال الزاويه تيتا كيفاش كنحدو؟ دونك كندير كقاعده راه شفناها في الدرس، ياك شفنا، اللي ما شافهاش يرجع الفيديو ديال اعداد العقدية ديال التحويلات الاعتياديه، وغادي نشوفوا داك الحاجه، غادي يلقى داك الشيء باننا خدمناه، مفهوم؟ اشنو كندير؟ كندير الحاق ديال هاد العجب هذا ديال الزاويه الثانيه، يعني شنو هو دابا لارغيمون ديال الزاويه تيتا، يعني ليك، يعني الزاويه اللي كتخلق ليا ما بين هاد المتجهه هادي وهاد ام متجهه اوميغا ام حتى المتجهه اوميغا ام بريم، فهم؟ واضح الشباب؟ دونك ما بين اوميغا حتى ما بين ام حتى الام بريم، يعني كنبدا بلارغيمون او باللحاق ديال هاد المتجهة اوميغا ام بريم على المتجهة اوميغا ام، مفهوم؟ يعني هاد الاولى كنقسمها على الثانية، مفهوم الشباب؟ دونك اوميغا يعني كندير الالحاق ديال هاد المتجهة هادي، شناهي؟ هو زد بريم موا اوميغا، دونك اوميغا كيما قلنا هو اللاحق ديالها هو اوميغا، و ام اللاحق ديالها هو زد، و ام بريم هو اللاحق ديالها هو زد بريم، مفهوم؟ يعني زد بريم موا اوميغا سيغ زد اللاحق ديال ام اللي هو زد موا اوميغا، واضح الشباب؟ شنو كيساوي اللاحق ديال هاد المتجهتين هادو؟ اللي هو كما قلنا هو ديريكتومون اوميغا، مفهوم؟ دونك اوميغا بترديد اثنان بي، واضح الشباب؟ ما عليناش، ندوزو لهاد التانية هادي. شنو كتعني لنا هاد لا كونديسيون هادي؟ كتعني بأن المسافة، شنا هي المسافة؟ هو الموديول، يعني الموديول ديال زد حيت اصلا المسافه، دونك واحد المتجهه ام كيلكونك
كندير ليها لو نورم باش تعطيني المسافة ام. واضح مفهوم الشباب؟ دونك هي اللغة سين ديال هادي او كاري بلس هادي او كاري، هادي في لي كوردوني كارتيزيان. اما دابا حنا في الاعداد العقديه شنو كنديرو؟ كنديرو هي زد ام اللي هو زد موا اوميغا، الموديل ديالو المعيار كيساوي المعيار ديال زد ديال ام بريم اللي هو زد بريم موا زد ديال اللاحق ديال اوميغا اللي هو اوميغا. مفهوم؟ دونك سي كي ايكيفالون زد موا اوميغا سور زد بريم موا اوميغا est égal à 1. مفهوم؟ دونك موديل ديال واحد المتجه على الموديل، كندير الموديل على كل شيء. مفهوم؟ يعني زد موا اوميغا سور زد بريم موا اوميغا. مفهوم الشباب؟ دونك هاد لا كونديسيون هي اللي كاينه، يعني سواء ندير هذا على هذا ولا نقلبهم، ندير زد بريم موا اوميغا سور زد موا اوميغا اللي كتساوي واحد. دونك هاد دو كونديسيون راه كنحتاجوهم بزاف في التمارين. واضح الشباب؟ دونك هادو دو كونديسيون خصنا نحاولو نعقلو عليهم ونفهمهم ياك الشباب. ما عليناش، دونك الا بنكتبوه على الشكل الاسي او بون على الشكل ليكسبونونسيال، دونك هاد التيتا هادي شنو كتساوي؟ هي اكسبونونسيال تيتا. واضح؟ او بالاحرى هاد اللاحق هذا شنو كيساوي؟ هو ليكسبونونسيال تيتا. مفهوم؟ دونك زد موان زد موان اوميغا كيساوي او زد بريم موا اوميغا سور زد موا اوميغا كيساوي هو ليكسبونسييل اي تيتا. مفهوم الشباب؟ الا بغيت تكتب على الشكل عام، يعني ان زد بريم موا اوميغا كتساوي اللي هي اكسبونسييل اي تيتا فوا زد موا اوميغا. مفهوم؟ دابا هادي كقاعده عقلوا عليها الشباب. مفهوم؟ هادشي اللي كاين الشباب. دونك يمكن لكم بون هادشي اللي كاين، دونك حاولوا انكم تعقلوا على هاد الخاصيه هادي وهاد جوج خاصيات. مفهوم؟ حيتاش غادي نستعملوهم بزاف في التمارين. ما عليناش، وصلنا للنهايه ديال الفيديو ووصلنا للنهايه ديال الدرس ديال الاعداد العقديه. دونك غادي نبداو التمارين، غادي نديروا واحد السلسله ديال التمارين باش نحاولوا نفهموا هاد العجب هذا ونخدموا امتحانات وطنيه وداك. مفهوم الشباب؟ ما عيناش، نخلي خليت لكم الراحة والسلام عليكم.